تنفيذ إجراءات الأمن لديها وسط حالة من الخوف والهلع تسود الأوساط الغربية كلها، وإدانة شاملة بعد سلسلة الهجمات التي ضربت عدة مواقع في العاصمة الفرنسية باريس الليلة الماضية، وأدت إلى مقتل 128 شخصا وإصابة 200 آخرين، وكان العدد الأكبر من القتلى في مسرح باتلكان الذي كان يحتشد فيه نحو 1500 شخص لحضور حفل موسيقي، وقتل فيه أكثر من 80 شخصا. وفيما تواصل قوات الأمن مساعيها لتفكيك ألغاز الحادثة، أعلن تنظيم داعش في تسجيل صوتي تبنيه للهجمات التي وصفت بأنها الأسوأ في أوروبا منذ تفجيرات القطار في مدريد عام 2004. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند تعهد بملاحقة التنظيم وتوعده برد لا هوادة فيه، وأكد أن الهجمات التي اعتبرها من أعمال الحرب نفذت بتخطيط خارجي وبأياد من داخل فرنسا، وقال إنه لم يتم رصد أي عمليات انتقامية ممنهجة تستهدف الأقليات. صدمة هجمات باريس وتداعياتها هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج سياسة، والتي نستضيف فيها كلا من هنا في الاستوديو الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ سعاد جون، وعبر الأقمار الصناعية من باريس الباحث في الإسلاموفوبيا ومدير المركز الفرنسي الأوروبي للبحوث والإعلام دكتور محمد الغمقي، وأيضا عبر الأقمار الصناعية من عمان نستضيف رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات دكتور أحمد سعيد نوفل. أرحب بضيوفي الكرام، حياكم الله جميعا. نبدأ بعد أن نتابع هذا التقرير. فرنسا التي تعرضت لهجوم مشين سترد دون هوادة أو رحمة على برابرة داعش، هكذا قال الرئيس الفرنسي أولاند في خطاب له بعد ساعات من الهجمات المتتالية التي حولت مساء باريس إلى ليل دام قتل فيه نحو 130 شخصا، وأدخلت فرنسا حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات. تفجيرات وإطلاق رصاص في عدة مواقع لم يكن أحدها عن الرئيس الفرنسي نفسه ببعيد، حيث كان يحضر مباراة ودية بين فرنسا وألمانيا في أستاد فرنسا الدولي الذي كان محيطه مسرحا لإحدى تلك الهجمات، إضافة إلى عدة مطاعم يرتادها الباريسيون في عطلة نهاية الأسبوع، وقاعة للمناسبات كانت تشهد حفلا لفرقة أمريكية وسقط فيها العدد الأكبر للضحايا بعد عملية الاقتحام. إنها الحرب إذن كما أجمعت الصحف الفرنسية الصادرة صباح اليوم في باريس، والتي ربطت بين الهجمات وبين الأحداث الجارية في الشرق الأوسط. أما الصحف العالمية فوصفت الهجمات بأنها الأكثر دموية في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، وأن فرنسا باتت في حالة حرب دائمة ضد الإرهاب. أما بعد فإن أمام الفرنسيين امتحان صعب في الحفاظ على مبادئ ثورتهم، فالحريات المدنية هي نتاج الأمن، وباريس تفتقر الآن إلى كليهما. وإلى أن يأتي اليوم الذي تلتئم فيه الجراح، يود كثير لو أن بين فرنسا وبينه أمدا بعيدا. إذن أجدد الترحيب بضيوفي الكرام، وأبدأ معك أستاذ سعاد جون الحديث، حياك الله. إذن الحادثة هجوم باريس، نعم، وقع عشية حدثين سياسيين لا يمكن أن نغفل ارتباطهما بهذا الهجوم أو بهذه الهجمات التي شهدتها باريس، هما اجتماع قمة العشرين في أنطاليا وأيضا مؤتمر فيينا للحديث بشأن الأزمة السورية. كيف لنا أن نربط بين هذه الأحداث؟ طبعا هناك علاقة ارتباط بين هذين، بين قمة العشرين وبين ما حدث في باريس، وأنا أقدم من جهتي عزائي للشعب الفرنسي والرئيس الفرنسي. طبعا لا يجب، طبعا كما تعرفون المسلمون لا يستطيعون أن يقوموا بهذا، ولا يجب على المسلم أن يقوم بخرق هذه والقضاء على حياة الإنسان وارتكاب جرائم بهذا الحجم. لذلك فكل من يقومون بهذه
العمليات والهجمات الإرهابية ليس لديهم علاقة بالإسلام ولا نستطيع أن نسميهم بأنهم مسلمون. أيضا كما تعرفوننا حدث في أنقرة أيضا هجمات إرهابية وكحدث أيضا في سرج كما تعرفون، وفقد الأتراك العديد من مواطنيها حوالي 100 وأكثر من 100 شخص. وأيضا كانت هناك في لبنان اليوم أيضا هجمات ضد الشيعة ضد حزب الله، وأيضا في بغداد أيضا حدث هناك هجمات إرهابية. إذا كل هذه الحوادث هي جرائم ترتكب بحق الإنسانية، وهي تظهر طبعا وجه الإرهاب الشديد وأنها تشكل خطورة كبيرة على العالم. ونحن حزينون جدا على هذه جراء هذه الهجمات التي جرت. قد يكون لديها طبعا علاقة قوية بما يحدث الآن في استضافة قمة المجموعة العشرين، فهم يريدون طبعا يؤثروا على قمة العشرين. وأيضا تأثرت طبعا هذه الاجتماعات بشكل كبير جدا، وسيد الرئيس عبر، سيد رئيس رجب طيب أردوغان عبر عن هذا الشيء، وأيضا سيد أوباما أيضا عبر عن هذا الشيء. وكما تعرفون فمن خلال هذا الشيء فإن تركيا كانت تريد أن تقنع الدول الغربية، وهي تستطيع أن تقنعها على حل هذه الأزمة، الأزمة السورية، لأنها أصبحت تتفاقم وتشكل خطورة على العالم بأسره. إذا كما تعرفون أيضا كان في 11 أيلول كان هناك هجمة وأدى إلى انهيار طبعا ناطحتين السحاب في أمريكا، وهذا أدى إلى هجمة واسعة النطاق على الإرهاب. وكما تعرفون فإن هذه الحوادث هي كلها ليست صدفة، بل كلها عبارة ومخططة منذ زمن طويل. وأن الاستخبارات لأنهم لم يتفقوا مع بعضهم ولم يتعاونوا مع بعضهم أدى إلى تفاقم أزمة الإرهاب في هذه المنطقة، فقد يكون لديها ربط كبير جدا مع مجموعة قمة العشرين. إذا دكتور محمد، بحسب الأستاذ سعاد زغون بأن الحوادث ليست صدفة، برأيك لماذا أو ما هي العوامل التي خولت تنظيم داعش اختيار باريس لهذه الهجمات؟ لماذا باريس؟ أولا شكرا على الاستضافة، حياك الله. بالنسبة لي باريس بالطبع فرنسا لها خصوصية نظرا لعدة أسباب، منها أن السياسة الخارجية الفرنسية وحضورها في المنطقة العربية والإسلامية بشكل أو بآخر سواء سياسيا أو دبلوماسيا أو عسكريا، هناك إذن علاقة تاريخية أيضا بين فرنسا والعالم الإسلامي، وهذه تجعل أن كل ما تقوم به فرنسا من حيث علاقاتها مع الخارج وخاصة مع العالم الإسلامي له حساسية وله تبعات على مستوى الرد الفعل من طرف بعض المسلمين، وخاصة الموقف من قضية سوريا والشرق الأوسط. ثم هناك سبب آخر، وهو أن فرنسا لها وزن كبير على المستوى الدولي والدبلوماسي، ولها حضور أيضا جالية مسلمة كبيرة جدا، حوالي 10 ملايين مسلم في فرنسا حاليا. وأيضا هناك أسباب أخرى تتعلق بوجود أحداث قريبة، منها أن هناك انتخابات جهوية قريبة جدا في فرنسا، هناك أيضا المؤتمر الدولي القريب أيضا للبيئة. فهناك أسباب كثيرة جعلت الاختيار فرنسا كهدف أو استهداف هذا البلد، لأنه كما قلنا بلد له استراتيجية، له أهمية استراتيجية كبيرة، وله أيضا تعدد الأقليات والجنسيات والعرقيات، وهو أيضا كما قلنا له علاقة قديمة مع العالم العربي والإسلامي، وفيها بين الحرب والسلم، وهذا ما يجعل البعض يستهدف هذا البلد حتى يؤثر عليه ويؤثر على سياسته ويدعوه إلى مراجعة سياسته الخارجية. دكتور أحمد سعيد نوفل من عمان، صحيفة الغارديان البريطانية قالت إن ما حدث في باريس الليلة الماضية سينظر عليه بأنه نقطة تحول الآن، نقطة تحول صادمة وعنيفة لربما تعيدنا إلى أحداث 11 سبتمبر. هل بهذه الهجمات يمكن القول بأننا ما زلنا نعيش تداعيات أحداث 11 سبتمبر؟ يعني أنا أعتقد أن أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة لم تتوقف، منذ ذلك الوقت هناك باستمرار، يعني لا يمر شهر أو شهرين إلا هناك عمليات، إن كانت في لندن أو في ألمانيا أو في باريس،
وهذه ليست العملية الأولى في باريس في شوارع باريس، يعني عملية شارل أبدو قبل فترة هي دليل على ذلك. لكن أنا أريد أن أخذ القضية من زاوية أخرى. أنا أعتقد أن داعش تواجه مشاكل على في الواقع في سوريا وفي العراق، بمعنى يبدو هناك ضغوطات على داعش وبدأت تنسحب داعش من المعارك، بدأت تخسر بعض مواقعها في منطقة في سوريا وفي العراق، مما جعلها تقوم بمثل هذه العمليات لكي تفرض للآخرين الرأي العام بأن هي مازالت موجودة ولاعب قوي. لأنه لاحظنا في الأسبوع واحد تقريبا 4 عمليات قامت بها داعش، إن كانت في بيروت أو في الطائرة الروسية في سيناء، وحتى العملية صارت في الموقر بعمان بالأردن، نعم. وهذه العملية في باريس. بمعنى ولكن مثل هذه العمليات، يعني هل ترى بأن داعش نفسها بهذه الطريقة هو دلالة قوة أصلا؟ بلا شك، لكن هي يعني تريد أن تنقل المعركة، وهذه قضية مهمة. داعش تخسر بعض المواقع ولكن تنتقل لمواقع أخرى، وهذا بالطبع الدليل على قوة داعش. لأنه أنا أعتقد بأن مثل العمليات التي حدثت إن كانت في بيروت أو في باريس دلالة على ضعف هذا التنظيم الإرهابي، بمعنى أن لولا أن هناك في جهات من الممكن أن تكون أفراد أو جماعات ساهمت في مساعدة داعش على مثل هذه العمليات في باريس، لما اختارت داعش العاصمة الفرنسية لمثل هذه العمليات التي حدثت بالأمس. هذا دليل كبير على أساس أن داعش منتشرة في مناطق مختلفة كما كانت القاعدة من قبل بالسابق. وهذا بالطبع الخلاف الذي كان بالسابق بين داعش وبين القاعدة، يبدو أنهما يلتقيان حول هذه العمليات خارج المناطق التي تسيطر على داعش أو القاعدة في الدول العربية. وقضية أخرى، احنا بنلاحظ بأن يعني هذه العمليات بتغادي من وقف وراها، لكن بلا شك أن داعش اعترفت بأن هي تقف وراها كتنظيم، لكن من هم الأفراد الذي قاموا بمثل هذه العملية؟ هنا الخطورة. يعني يبدو داعش استطاعت ان تتغلغل في كل الاحوال. دكتور احمد، يعني سنأتي على ذكر تفاصيل هذا التنسيق العالي جدا يعني من التنفيذ في سياق حلقتنا لهذا اليوم، ولكن استضيف الان استاذ الاعلام السياسي بجامعه الملك سعود الدكتور احمد بن راشد بن سعيد الذي انضم الينا هنا في الاستوديو. دكتور احمد حياك الله. دعني ايضا استرسل في الحديث بربط هجمات باريس باحداث وتداعيات احداث 11 سبتمبر التي لا زلنا نعيشها حتى الآن، ولكن لربما بسياقات مختلفة. الحديث عن جوازات سفر عربية، أحدها سوري والآخر مصري، الآن يعيدنا لربما بالذاكرة إلى التحقيقات أو بداية التحقيقات في أحداث 11 سبتمبر. هل الموضوع عبارة عن توظيف حقائق أم يأتي في سياقات أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه يعني صناعة توظيف الحدث نفسه ويعني خلق قضية كبيرة من هذا الحدث وتجيش المشاعر حوله، والإعلان كما أعلن رئيس أولاند رئيس الفرنسي نحن في حال حرب، هو يذكر وحرب بلا هوادة، حال حرب. هذا يعني لما يقول رئيس أي دولة نحن في حال حرب معناها أنه كل شيء ممكن حشده وتبريره، وأيضا تهيئة الرأي العام للحرب بشكل أو بآخر. هذا الخطاب أو بيان الذي ألقاه الرئيس أولاند يذكرني بالبيان الذي ألقاه الرئيس جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر، قال نحن في حال حرب، العبارة نفسها تقريبا. ولذلك محاولة دائما ربط أي حدث بالحادي عشر بسبتمبر وتجاهل أحداث ربما تكون أكثر فظاعة في العالم من 11 سبتمبر، يعني أن يعني ينطوي على قدر كبير من العنصرية. يعني لماذا إذا مات 4000 في نيويورك وبضعة آلاف أو بضع مئات في باريس تقوم الدنيا ولا تقعد، بينما في الشرق مثلا يموت مئات الألوف؟ لأنه قبل يومين كان في تفجيرات في الضاحية الجنوبية أيضا في لبنان، ولا ربما متشابهة للجريمتين، وتوقيتهما يفرض أيضا تساؤلات. صحيح، يعني يفرض تساؤلات حول ماذا يعني عن تنظيم داعش نفسه، عن قدراته، عن خططه، عن ماهيته، عن قدراته في التغلغل هنا وهناك. إضافة أيضا دكتور أحمد بأن الضجة التي أخذتها الآن هجمات باريس لم تأخذها لربما الهجمات التي استهدفت بيروت أو تستهدف أي منطقة أخرى في العالم. لا يمكن حتى مش العرب ولا الأتراك ولا يعني لنقل أمريكا الجنوبية مثلا، ولا لنقل مثلا في أفريقيا، ولا نقول في أي مكان آخر. يعني هذا الخطاب خطاب عنصري، يعني دائما يعني الغرب
يحاول، هذا ليس نقدا للغرب يعني بالضروره، ولكن هناك دائما يعني نزعة، وليس مانعا ان يكون نقدا للغرب ايضا دكتور احمد. صحيح، لا بس في ناس يعني دائما يعني مرضوا على نقد الغرب في كل الاحوال، ليس بالضروره. الغرب ليس بريئا، وايضا هو مذنب بشكل او باخر. يعني لما نتحدث مثلا عن دوما وعن حلب وعن حمص وعن درعا وعن حماة، يعني مذابح، وعن فلسطين مذابح بشكل يومي على مدى 4 سنوات من مطلع 2011 إلى نحن الآن في وسط 2000 أو في آخر 2015، نحن أمام مذابح كبيرة لم يشهدها العالم منذ قرون في, 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 في سوريا في الشرق، ومع ذلك هذه الدماء التي تسيل. نحن نشاهد في دوما فعلا حرفيا أنهار من الدماء تمشي، الكاميرات رصدتها، أنهار تمشي اختلطت مع المطر، يعني مظاهر أي عربي ومسلم حتى أي إنسان يعني يقشعر جلده لها يعني. ولماذا؟ لماذا؟ الغرب لا يستطيع أبدا أن ينأى بنفسه عن ما يجري في الشرق. الغرب لا يمكن أن يسد أبوابه ويغلق منافذه ويقول نحن في حرب، نحن نحارب الإرهاب. لا، نحن الآن في قرية كونية بشكل أو بآخر، نحن نتأثر ونؤثر ببعضنا. نحن يعني الغرب مسؤول عما يجري في سوريا، ليس الاستبداد وحده في الشرق هو المسؤول، وليست الحكومات وحدها أو الأنظمة هي المسؤولة. الغرب مسؤول بشكل أو بآخر، لأن الغرب هو الذي يسمى العالم الحر، هو الذي يقود الأمم المتحدة. دعني أنقل يعني خلاصة يعني ما تفضل في الحديث عنه إليك أستاذ سعاد جون. تفاوت الصدمة إزاء الهجمات أيا كانت، هل يعكس أو يوظف الحدث لخطابات عنصرية برأيك؟ نعم، بالأساس أن الدول الأوروبية هم لا طبعا يحافظون على حقوق الناس والمسلمون. طبعا كما تعرفون هم يشاهدون ما يحدث في سوريا، وهناك الملايين من الناس الذين هاجروا من بلدانهم، منهم من جاء إلى تركيا، ومنهم من ذهبوا إلى ألمانيا، ومنهم من ذهب إلى فرنسا وإلى العديد من الدول الأوروبية، وفي السودان وفي العديد من الدول الأفريقية هناك العديد من المشاكل التي تحدث. طبعا أنا أعتقد أن ليسوا المسلمين هم الذي أحدثوا هذه الفتن وهذه الصراعات، بل هناك أيادي خارجية هي التي تقوم بهذا. طبعا وكان هناك الربيع العربي، كان لديهم طموحات، ولكن كان هناك انتفاف على هذه الطموحات والتي أدت إلى هذه المشاكل وتفاقمها. إذن من الذي قام بوضع هذه المشاريع؟ إذن إسرائيل. من الذي يخدم اللوبي الإسرائيلي؟ من الذي يقوم بإدارة؟ كان هذا عبارة عن مشروع إسرائيلي يريد تخطيطه في الشرق الأوسط، وقد نجحت نوعا ما في حدوث هذه الأزمة. أيضا تركيا هي تحملت مسؤوليتها تجاه اللاجئين، لأن نحن كدولة عثمانية كنا دائما، كانت الدولة العثمانية هي دولة تضم العديد من الدول الإسلامية، وهؤلاء الأشخاص هم ليسوا غرباء عنا، هم أخواننا، هم أخواننا السوريون، أخواننا، لذلك فقلوبنا تحزن عليهم. وعندما يأتي هؤلاء الناس ويأتوا إلى أبوابنا، لا نستطيع أن نغلق أبوابنا في وجوههم. وعندما يذهبون إلى أوروبا، تقوم بعض الدول الأوروبية بإثارة الفتن ونشر بروباغاندا التخويف من الإسلام وعملية طبعا الفوبيا الإسلامية. إذن فهذا نحن لا نستطيع أن نسكت على هذا الأمر، وكان لذلك كان يجب علينا تفاصيل هذا الأمر. أستاذ سعاد، هل كان هنالك بالفعل إمكانية لاستقراء الحدث قبل وقوعه؟ وهذا لربما يعكس قصور في الأجهزة أو عمل الأجهزة الأمنية الفرنسية. نعم. نعم، بالنسبة لطبعا الأخطاء والأمنية، طبعا كما تعرفون كان هناك قرارات اتخذتها فرنسا طبعا ضد بعض المخططات الإسرائيلية أعلنتها فرنسا، فحدث ذلك بعد هذه القرارات مباشرة، بعد ذلك بيوم. وأيضا ما حدث في طبعا على المجلة التي حدثت في باريس، إذن نعم طبعا هناك بعض الناس ماتوا في صراعات، وهناك أيضا بعضهم تم قتل أولاده أو أيضا. فنحن
مثلا في قناة فوكس شاهدنا أنه يقول أن داعش ارتكبت هذه الجريمة. كيف تعرف أن داعش ارتكبت ولم يتم القبض على هؤلاء البعض؟ إذا نصرنا إلى القنوات الرسمية البريطانية كانوا يقولون نعم أن الدولة الإسلامية هي التي قامت بهذا. إذن هم يوجهون التهمة للإسلام للمسلمين. إذن وكانوا يقولون وهم يقومون باستخدام بعض الكلمات التي تخوف من الإسلام والمسلمين. إذن هذا الإعلام يؤدي إلى مرة أخرى إلى إنشاء طبعا سياسة التخويف من الإسلام. وكما تعرفون أيضا كانت هناك حادثة الباخرة في إسبانيا أيضا قالوا إن المسلمون هم الذين قاموا بهذا. هم يقومون بتضخيم الأمور. إذن وهم يريدون أولا أن يوقفوا التدفق اللاجئين الأوروبية، وأيضا يريدون أيضا القيام بجعل فرنسا تتخلى عن قراراتها تجاه ما قامت به إسرائيل. إذا كل هذه عبارة عن ضغوطات على فرنسا، وهي طبعا وهي هذا الأمر تم لأجل خلط الأمور في قمة العشرين. بعض الأمور بخصوص هذه الهجمات معك دكتور محمد. أحد منفذي هجمات الأمس كان يحمل جواز سفر فرنسي، وهو لربما ما يفتح الباب واسعا أمام التساؤل بخصوص الآلاف من الأوروبيين الذين ذهبوا إلى سوريا والتحقوا بتنظيم داعش، إضافة إلى من عاد منهم أيضا إلى بلدانهم. برأيك الآن أحد منفذي الهجوم الذي يحمل جواز السفر الفرنسي الذي كان تحت رقابة الشرطة الفرنسية أصلا، ألا يطرح تساؤلا كبيرا بهذا الخصوص؟ كيف تقرأه؟ شكرا. دعيني فقط لو سمحتي برجوع قليلا إلى ما ذكره ضيفك في الاستوديو حول الخطاب، قضية عندما يقول الغرب هو عنصري. الغرب هو يعني هو تقريبا قلب الشر كما يقول البعض. يعني أظن هذا الخطاب فيه نوع من التعميم، مع أن نحن نتفهم ما يقصد ضيفكم، ولكن مثل ما تأتي الجماعات المتشددة وتقول هذا الغرب هو غرب كافر، وبهذا التعميم يعني يصبح في إشكال في قضية التعايش داخل هذه المجتمعات بين المسلمين وبقية مكونات المجتمع. أنا أعيش في فرنسا منذ أكثر من 30 سنة، وأقول أن لي أصدقاء كثير فرنسيين ولهم يعني نظرة أخرى تختلف عما يشاع عادة في بعض البلاد العربية والإسلامية. فلابد أن نفرق بين الطبقة السياسية وعامة الشعب، وحتى لا يكون هناك خطاب في تعميمي، من باب التوضيح فقط لو سمحتم. أما بالنسبة لقضية هذا أحد المتهم أو أحد الإرهابيين الذين ينتمون إلى وهو فرنسي الأصل، هذا بالطبع ليس غريبا الآن، فيه مع الأسف شريحة جديدة من معتنقي الإسلام، ولكنهم كصفحة بيضاء يكون لهم أصدقاء من التيارات المتشددة، وهؤلاء يؤثرون عليهم ومع الأسف يقومون بما يسمى بغسل أدمغتهم. والبعض بالطبع يقول لو حتى يقبلك الله وتتوب بعد أن كنت ضالا وبعيدا عن طريق الهدى، فأحسن طريقة بالنسبة إليك أن تذهب إلى مكان إلى التضحية وإلى الجهاد بنفسك وأن تقتل نفسك وهكذا. ومع الأسف هناك مجموعة من هؤلاء يعني تنطلي عليهم هذه الأفكار ويتم غسل أدمغتهم، فبالتالي لا نستغرب أن بعض هؤلاء موجودين في بعض الجماعات المتشددة. نعم. وبعضهم يذهب إلى سوريا وإلى البلاد التي يجاهد فيها. ولكن نستغرب قصور عمل قوات الأمن الفرنسية، أنا هذا ما أريد أن أصل إليه. نعم، هذا هو الإشكال الذي بدأ يطرح الآن، أين بعض الإخلالات الأمنية بدأت تطرح حتى في وسائل الإعلام. كيف مثلا أن هؤلاء بعض 3 أشخاص فجروا أنفسهم قرب أكبر ملعب فرنسي، وكان يحضر فيه رئيس الدولة هناك في كان فيه هذا بين فرنسا وألمانيا. نعم. فهناك أسئلة كثيرة حول هذه الإخلالات الأمنية. خاصة أيضا دكتور محمد، بعد حادثة شارلي إبدو يعني أخذت الأجهزة الأمنية تعمل ربما بوتيرة أعلى من السابق، وهذا ما نستغربه ونربطه بالحادثة التي حصلت. وخاصة أن هناك البعض من نبه إلى هناك هجوم كبير يحصل من طرف تنظيم الدولة في فرنسا ويجب الانتباه إليه،
ولكن الأجهزة لم تقوم بما يطلب، وخاصة نحن في مدينة مثل فرنسا مثل باريس، مدينة كبيرة جدا والمخاطر الموجودة كانت وفيها تهديدات معروفة. نعم، طيب دكتور أحمد سعيد نوفل، يعني بربط قليلا ما تفضل في الحديث عنه دكتور محمد وأيضا هنا أستاذ سعاد بالنسبة للخطاب أو طبيعة الخطاب الآن، يعني هو فصل ما بين الخطاب السياسي العنصري والخطاب العام لعموم الشعب، ولكن للأسف بأن الخطاب المعمم والفاعل على أرض الواقع هو الخطاب السياسي. هل ما حدث بالأمس برأيك سيعزز الآن من خطاب الكراهية تحديدا ضد المسلمين؟ يعني أنا في الواقع قضيت سنوات في باريس، كنت أدرس في فرنسا من السبعينات والثمانينات، يعني المجتمع الفرنسي بشكل عام تجاه الآخرين ومجتمع عنصري، لكن ليس بحاجة لكي يكون عنصري ضد الشعوب الأخرى، لكن بلا شك مثل هذه العمليات سوف تزيد من كراهية المجتمع الفرنسي لما هو عربي أو مسلم. ونحن نعرف أن المستفيد الرئيسي مما حدث بالأمس حقيقة هو الحزب لوبان، الحزب كيف ستنعكس هذه الكراهية على طريقة التعاطي مع هذه الجالية الكبيرة في فرنسا إذن دكتور أحمد؟ في الانتخابات القادمة بلا شك أن الانتخابات القادمة، نحن نعرف بأن هناك انتخابات السنة القادمة انتخابات إقليمية في فرنسا، وبلا شك بدأت أصوات تعلو من بعض المتطرفين الفرنسيين على أساس أن أولاند الرئيس الفرنسي عاجز عن حماية الأمن القومي الفرنسي، ولهذا لابد أن يغير نفسه أو تتغير السياسة الفرنسية تجاه المهاجرين. ونحن نعرف يعني في هناك فترات سابقة لما كانت وزارة الداخلية الفرنسية تفرض قيود كثيرة على المهاجرين العرب وبالذات من شمال إفريقيا إلى فرنسا، وبالتالي هؤلاء يعيشون في مدن يعني محيطة في باريس ويعيشون في ظروف صعبة جدا اقتصادية. هذا كان ما قبل مثل هذه العمليات، أما الآن مثل هذه العمليات حقيقة سوف تزداد من كراهية، خاصة في ظل التهميش أيضا الذي يعانيه المسلمون في فرنسا دكتور أحمد. نعم، يعني هناك معاناة كبيرة يعاني منها المسلمون، وهناك ممارسات من قبل وزارة الداخلية أو أجهزة الأمن الفرنسية أحيانا ضد الحجاب وضد من يضع النقاب. بكل الأحوال سوف نستفيض في الحديث عن قوانين تفرض عليه الانعكاسات والتداعيات لهجمات باريس الليلة الماضية، ولكن بعد أن نتوقف مع هذا الفاصل، فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود. عمق من التاريخ يغزل اللحظة ويخطب ود الغد، مواضيع متنوعة كألوان الطيف تجمعنا بين الفنون والثقافة والتقنية ومع التاريخ والسياسة، وإلى المجتمع وآداب الشعوب نشد الرحال. برنامج الألوان السبعة يأتيكم في الأوقات الآتية. متابعات إخبارية، رؤية تحليلية لما يدور في بلدان العالم حتى الساعة، أحداث سياسية، تداعيات اقتصادية، تفاعلات إنسانية. برنامج حتى الساعة يأتيكم في الأوقات الآتية. كن مثل الشمس في الحب، وكن كنهر متدفق في الأخوة والصداقة، كن كالليل في إخفاء الخطايا، كن كالأرض في التواضع، كن كالأموات في الغضب، وكن ما تكون، واظهر للناس كما أنت، وكن كما تظهر،
هكذا يقول مولانا جلال الدين الرومي. ويحمل في كلماته دعوة لكل إنسان منذ أول إنسان. عندما يرسم الاقتصاد مستقبل الشعوب وحاضرها، نقف عند تفاصيل محدداته، نستنطق ما يحرك توجهاته، وبين صعود وهبوط نراقب متغيراته. أخبار الأسواق والشركات والبورصة في تركيا والعالم مع برنامج عين على الاقتصاد يأتيكم في الأول. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى. أستأنف الحديث في حلقة اليوم من برنامج سياسة مع الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد. دكتور أحمد حياك الله، طبعا حياكم الله جميعا ضيوف الكرام من جديد. حجم وتطور الآن هجمات باريس لربما تثير أسئلة حول الكيفية التي نجحت فيها هذه العملية، وألم تستطع الاستخبارات الفرنسية بأن تتفاداها رغم كل التهديدات المسبقة لوجود عمليات وتخطيط من قبل تنظيم داعش لشن عمليات من هذا النوع؟ الحقيقة أنه يعني في هذه الظروف يصعب منع هذه العمليات، يعني أحيانا درجة الاستحالة يعني أن يكون في منع لعمليات عنف من هذا القبيل. يعني هؤلاء الناس الذين فجروا وروعوا الناس وقتلوا، هؤلاء الناس ليسوا بالضرورة آتين من الخارج، يعني بعضهم ربما مواطنين فرنسيين يعني أو لا أو يعني مقيمين في فرنسا وربما ولدوا في فرنسا أو يحملون الجنسية الفرنسية. يعني ليس بالضرورة الفريق الذي خطط والذي فجر ليس كلهم يعني آتين من الخارج يعني، لكن قدرة التنظيم على الضرب داخل فرنسا هو الحقيقة فشل استخباراتي، لكن لا يمكن أن يعني يمنع بشكل تام. حتى داخل الولايات المتحدة تحدث عمليات، وممكن أن يكون تعاون استخباراتي مع دول أخرى، وممكن يكون تعاون استخباراتي. والحقيقة هذه العمليات صعب، الحقيقة عمليات معقدة جدا وصعب تفكيكها وفهمها بشكل تام يعني. ولذلك يحصل مثل هذا وسيظل يحصل، لأن هناك قوانين في فرنسا أيضا، قوانين أيضا تمنع يعني مثلا يعني السيطرة على كل شيء. يعني هناك حرية، هناك يعني دولة لديها قدر كبير من الحريات، ولذلك الدول الاستبدادية ربما تستطيع أن تفعل شيئا يعني، لكن دولة مفتوحة ودولة تستقبل اللاجئين ودولة مهما يكون يعني هي ديمقراطية يعني إلى حد كبير، ولذلك يصعب إلى حد كبير الحقيقة التحكم في منع هذه العمليات. ستظل هناك دائما صعوبة في هذا الشيء، ربما يتحسن الأداء لكن ليس بالضرورة المنع التام. يعني هؤلاء ناس فرنسيون وهؤلاء طيب أيضا. بالحديث الآن عن انعكاسات هذه الهجمات تحديدا على الملف السوري وما يتعلق طبعا به، خاصة بأنه حصل عشية اجتماع مؤتمر فيينا الذي تمخض عن أن يكون هنالك حوار مباشر ما بين الأسد أو النظام والمعارضة، وكيف سينعكس أيضا على مجريات التعاطي مع اللاجئين؟ الحقيقة أن عودة على التعليق على الأخ اللي من باريس، لأني بتكلم عنه الآن. لما أتكلم عن الغرب أنا أتكلم عن ليس لا أعمم، أنا أتفق معه دكتور محمد، أنا أتفق معه تماما. الغرب ليسوا سواء يعني، والمجتمعات والمواطنون العاديون ليسوا كقوى النفوذ ومراكز النخب ومراكز البحث والخبرة وصناع القرار والميديا السائدة المهيمنة. هنا تعود الأطروحة الاستشراقية القديمة، غرب وشرق. للأسف هناك أيضا نظرة غربية عنصرية للشرق، وهناك في المقابل أيضا توجس كبير في الشرق من الغرب، فهذه حقيقة نعم. لا يمكن أن ننكرها. إذا نعود للسؤال حتى نكتب الوقت أنا بالنسبة فيما يتعلق بالسؤال، أتوقع أن الغرب
كما قلت قبل قليل لا يمكن أن يغلق أبوابه ويقول هذا إرهاب ثم يغلق فمه ويغلق عينيه. الحقيقة الغرب شريك فيما يجري. الغرب عندما أتكلم عن الغرب أتكلم عن صناع القرار، عن السياسات الغربية الرسمية التي سمحت بالمجزرة السورية لتستمر 4 سنوات. بس بالمقابل الأسد صرح بأن السياسة الفرنسية الخاطئة هي من ساهم في تمدد الإرهاب. طبعا هو بشار الأسد أي حدث إرهابي في العالم، أي حدث إرهابي في العالم يقفز ويستغله، ولربما تعاقب الآن فرنسا على موقفها إذا التعاطي مع الأزمة السورية والمطالبة برحيل بشار الأسد. الحقيقة فرنسا لم تقدم شيئا للشعب السوري ولم تقدم شيئا ضد بشار الأسد. يعني ليس قدمت موقفا سياسيا دكتور أحمد لا يمكن التغاضي عنه. موقفا سياسيا، لكن الموقف السياسي العاطفي الدبلوماسية هي في الحقيقة إن لم تدعمها سياسات على الأرض. نعم. ومواقف حقيقية مثل يطالب به الحكومة التركية منطقة آمنة واستقبال اللاجئين تماما. يعني هي كانت إيجابية في التعاطي مع مسألة اللاجئين، تأمين ممرات آمنة، تأمين منطقة عازلة شمال سوريا، كل ذلك يؤخذ أيضا بعين الحسبان. صحيح صحيح، ولكن الحقيقة فرنسا أيضا بدأت تقصف داعش في الفترة الأخيرة، بدأت تدخل سوريا وتقصف. تقصف من؟ هل تقصف نظام؟ هل تقصف حزب ما يسمى حزب الله؟ لا يمكن. هل تقصف قوات النظام؟ لا يمكن. هي والآن هي يتحدثون عن قصف داعش وقصف النصرة، وينسون الميليشيات الشيعية وينسون الميليشيات الإيرانية والميليشيات الأفغانية. الخطاب الفرنسي لا يبتعد كثيرا عن الخطاب الأوروبي والخطاب الأمريكي. هو أنا منظرون إلى المسألة في سوريا مسألة إرهاب. نعم. هذا ليس صحيحا. طيب. المسألة في سوريا مسألة شعب. طيب سنكمل الحديث في سياقات يعني هذه النقطة تحديدا، ولكن أيضا لننظر إلى تداعيات هذه الهجمات معك أستاذ سعاد على مؤتمر قمة العشرين الذي سوف يبدأ غدا في أنطاليا. خاصة بأنه الرئيس الفرنسي عفوا فرانسوا أولاند اعتذر عن الحضور أيضا. نعم. عندما يحدث أي حادثة نحن نفكر من الذي يفعل هذا الحدث ولماذا فعل ومن الذي قتل وما هو الهدف من هذا ومن يخدم هذه الهجمات إذن، وما هي النتائج التي يجب عليهم الحصول عليها وما هي النتائج التي يسعون للحصول عليها. إذن مثلا المسلمون لا يعتقدون أن هذا النجاح بالنسبة لهم لأنهم ضد هذا الأمر. طبعا من هم الممثلون الذين قاموا بهذا؟ من الذي فعل هذا العمل؟ مثلا كان هناك أحد من القاعدة، القاعدة أين هو الآن؟ لا يوجد. إذن المخابرات الغربية والأمريكية هم الذين قاموا بإنشاء القاعدة، والآن نحن نشاهد مثلا هناك 13 منظمات إرهابية وهناك 3 منظمات استخبارية تتعاون مع هذه المنظمات الإرهابية. إذن مثلا عندما يأتي أحد من فرنسا أو يأتي أحد من القوات الأجنبية التي تحارب في سوريا، أحدهم يحمل بندقية والآخر يحمل مثلا قنبلة يدوية، كيف يستطيع أن يحضرها معه إلى هناك؟ إذن وأيضا إذا كان الاستخبارات لا تتعاون مع هذا الأشخاص كيف يمكنهم أن يقوموا بهذه العمليات؟ إذن وكيف تخلخلت أو تغلغلت هذه القوات الإرهابية داخل هذه الاستخبارات؟ إذن هناك بعض اللوبيات التي تريد التخويف من الإسلام. مثلا في ميانمار كان هناك انتخابات قريبة وهم لم يحتسبوا المسلمون من الناس أو لم يراعي حقوقهم وجعلوهم خارج الانتخابات. في فرنسا مثلا كانوا عندما حدثت هجمات على جريدة طبعا والصحيفة في فرنسا قاموا بتحشيد الناس والعالم بأنه يجب علينا أن نعلن الحرب على الإرهاب ومن يقف مع فرنسا. إذن وأيضا هناك الآن قد يكون هناك شيء سهل أن نقول أن داعش هي التي تقوم بهذا الأمر، ولكن يجب علينا أن نعرف أيضا أن داعش أيضا يتم تمديدها من قبل استخبارات العديد من الدول وهي التي تساعدها وتمددها بمعلومات استخباراتية. إذن كما تعرفون أن الإسلام ستشرق شمسها من جديد، هم لا يريدون هذا، هم يريدون أن يوقفوا الحركات الإسلامية عن التطور ويوقفوا عن ما تسعى إليه. لذلك كما تعرفون الآن هم يريدون أن يصدروا حروب داخلية لأن الذي ينجح في هذه الحروب هو السيف الخاسر. لذلك فهم بدأوا حروب كثيرة جدا منها على الثروات الباطنية ومنها حروب داخلية.
مثلا وقام مثلا اولا قالوا ان الطائره الروسيه سقطت بنفسها، وبعد ذلك قالوا ان هناك صندوق اسود كانت فيها قنبله تمام، وبعد ذلك قالوا ان داعش التي اذا هذه المعلومات كيف تم انتقالها طبعا الى بعض الاعلاميين الذي قالوا ان داعش هي التي اسقطتها دون ان يكون هناك معلومات مسبقه؟ اذا اعطينا قرارات سريعه. دكتور محمد من باريس، يعني برايك هل ستقوي هذه الهجمات الان معسكر الاسد؟ هل بالفعل فرنسا دفعت موقفها السياسي ازاء تعاطيها مع الازمه السوريه؟ في المقابل هل سنشهد انتكاسه للبلد التي تتعاطى مع الحريه والعدل والمساواه كاركان لدولتها؟ شكرا. انا اتفق مع ضيفكم في الاستديو عندما قال هناك ازدواجيه، فعلا اشكاليه فرنسا والسياسه الغربيه في قضيه الازدواجيه في التعاطي السياسي، في قضيه مثلا التفريق بين ارهاب الجماعات وارهاب الدوله، وفي حال ان ارهاب الدوله هو اخطر، هناك التفريق بين نتكلم عن سوريا ونسكت عن اسرائيل. اذا هناك اشكاليات، واذا اخذنا على المستوى الداخلي ايضا بالنسبة لفرنسا هناك ازدواجية في قضية المواطنة، التعامل في الحريات والمواطنة. على سبيل المثال وقعت حسب التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا 764 حالة إسلاموفوبيا، يعني اعتداء سنة 2014، ولكن في تعامل السياسيين يعني كانوا هناك تعامل او كان رد فعل ضعيف جدا، بينما لو وقعت حاله مع جاليه يهوديه مثلا يكون كل السياسيين حاضرين وينزلون بثقه. طيب السؤال دكتور احمد حتى نكتب وقت الحلقه لو تفضلت لي. نعم. هل برايك هذه الهجمات ستقوي من معسكر الاسد؟ هل ستعمل مثلا فرنسا على احداث مراجعه سياسيه او حتى دول الاوروبيه لسياستها الخارجيه ازاء الملف السوري تحديدا؟ حسب المراقبين أن هذه الأحداث خاصة وقعت في فرنسا يعني وفي باريس بالضبط يعني تدفع السياسة الفرنسية نحو مراجعة سياستها الخارجية خاصة فيما يتعلق بالنظام السوري والإسراع بإيجاد حل سياسي. طيب دكتور أحمد سعيد نوفل، بوتين الرئيس الروسي عرض استعداد بلاده للتعاون مع فرنسا لمكافحة الإرهاب، ورغم الهواجس الأمنية المسبقة لروسيا، هل ينفي ذلك فرضية أن تكون شريكة في اللعبة لو من باب استخباراتي؟ يعني أنا بعتقد أنه ليست فقط روسيا، عدة دول عرضت المساعدة لفرنسا، لكن مشكلتنا أنه فرنسا ليست بحاجة، أجهزة الأمنية والمخابراتية والاستخباراتية هي قوية لدرجة أن هي أيضا تقدم الدعم لدول أخرى، لكن مع ذلك حدثت هذه العمليات. لأن ليس بالضرورة يعني حتى يقال بأنه احتمال أن تقوم داعش في المستقبل بداخل في إحدى العمليات في المستقبل في روسيا، لهذا الجميع يخشى. يعني كل أنا أعتقد كل الدول الآن في أوروبا تنتظر الضربة القادمة لداعش في أي مكان، ولهذا كما ذكرت في البداية لما هناك في أسبوع واحد داعش قامت في عمليات في بيروت وفي سيناء وفي باريس، هذا دليل على أساس أن هذا التنظيم الإرهابي منتشر وله ولكن أصدقاء. ولكن دكتور أحمد، يعني وكأن روسيا تسجل من خلال هذه الهجمات هدفا في مرمى المعارضة لصالح معسكر الأسد، يعني من هنا جاء الربط. هي بلا شك يعني الجميع يريد أن يوظف أو يستغل هذه العمليات لصالحه، لكن أنا لا أعتقد بأن روسيا قادرة على تقديم أي دعم لفرنسا لمحاربة هذه العمليات. يعني هل استطاعت روسيا لوحدها فعلا من خلال تقديم دعمها لنظام بشار الأسد أن توقف انتشار داعش في عملياته؟ ها هو داعش يضرب في بيروت بحزب الله. ولكن دكتور أحمد يعني وكأنها تؤكد وكأن روسيا من خلال هذه الهجمات تؤكد على أن مساعيها في ضرب داعش في سوريا صحيحة رغم التباين في أماكن القصف التي تستهدف فيها في المقابل المعارضة وقوات الجيش الحر. يعني أنا في النهاية أعتقد بأن يعني طرفي معادلة هم المستفيدين من هذه العمليات، النظام في سوريا
لكي يثبت للآخرين بأنه يعني قبل أن نفكر بالقضاء على النظام في سوريا لابد من نقضي كما قال الرئيس بشار الأسد قبل فترة بأنه يريد القضاء على الإرهاب في سوريا قبل البحث عن بدائل للنظام. هذه قضية. قضية ثانية أيضا في داخل فرنسا اليمين الفرنسي المتطرف والمستفيد. أما أن تأتي روسيا تريد أن توظف ما حدث على أساس أنها نحن ضد الإرهاب. لا توجد دولة في العالم تؤيد الإرهاب. هذا على الصعيد الخارجي أو المعلن. لكن يبدو أيضا أن لا أعتقد أن داعش قادرة لوحدها أن تقوم بمثل هذه العمليات من دون دعم ولو بشكل غير مباشر لأجهزة مخابرات دولية. لأنه داعش حقيقة كتنظيم موجود لكن في نفس الوقت هناك له ارتباطات مع بعض أجهزة المخابرات الدولية التي تقدم هذا الدعم لكي يكون بمثل هذه العملية. نعم. طيب دكتور أحمد بن راشد القاضي السابق بقضايا الإرهاب مارك تريفيديك قال بأن الهجمات سوف تجعل الأيام القادمة هي الأصعب في ظل طبعا وجود إصرار من قبل تنظيم داعش على المزيد من الهجمات المرتقبة لربما في نواحي متعددة. هل ستشهد الأيام القادمة برأيك مزيدا من الهجمات وكيف يمكن أن نتوقع شكلها؟ أتوقع أن العنف يولد العنف طبيعة الحال، وهؤلاء الناس مهووسون ومهجوسون بالجهاد بطريقتهم برؤيتهم الكونية بقيمهم المحلية التي تشربوها خاصة إن قررت فرنسا أن تخوض حرب برية أيضا في سوريا. لست متأكد طبعا. المشكلة في سوريا هناك تصريحان يجب أن أتوقف عندهما. تصريح قديم لمفتي بشار بدر الدين الحسون عندما قال نحن سنرسل انتحاريين إلى العواصم الأوروبية، ولكن البعض تجاهل هذا الفيديو. تجاهله لا أدري لماذا. هنا يعني برأيك يجب أن يوظف الآن في طبعا في هذه الهجمات طبعا. لماذا يعني كيف يمكن توظيف هذه التصريحات القديمة؟ إذا العلاقة بين داعش وبين نظام بشار الأسد أو العلاقة بين يعني هذه خاصة دكتور أحمد بأن مؤتمر فيينا لهذا اليوم كان بمثابة حد المشنقة لبشار الأسد وجاءت هذه الهجمات لتنقذ من حد المشنقة. صحيح. ودعينا تصريح المفتي وتصريح بوتين عندما قال هجمات باريس تؤكد رؤيتنا بأن الحرب يجب أن تكون على داعش والنصرة. هنا نوع من التناغم والانسجام بين كلام مفتي بشار قبل تقريبا سنتين او اكثر وبين تصريح بوتين بالحرب على داعش والنصرة فقط. داعش ليس بريئا. داعش خرج من عباءة الإرهاب. الإرهاب الذي مارسه بشار والأحزاب المتحالفة معه في سوريا على مدى سنوات. داعش لم يخرج ولكنه يغذى لمصالح سياسية وإن كانت متباينة ومتفرقة ودولية. نحن أمام مشهد معقد. هل ستتم هجمات؟ إذن سيزداد المشهد تعقيدا. أتوقع سيزداد المشهد تعقيدا ما لم يعني يعاد النظر في التعامل مع القضية السورية ويعطى الشعب السوري حقه في تقرير المصير ويحل بطريقة ينتهي فيها النظام الذي يستبد في سوريا. إذن في ختام حلقة اليوم أتقدم منكم ضيوف الكرام بجزيل الشكر أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود دكتور أحمد بن راشد بن سعيد، شكرا جزيلا لحضورك. والشكر لك أيضا الخبير في العلاقات الدولية سعاد جون، شكرا جزيلا لك. وكان معنا عبر الأقمار الصناعية من باريس الباحث في الإسلاموفوبيا ومدير المركز الفرنسي الأوروبي للبحوث والإعلام الدكتور محمد الغنقي، شكرا جزيلا لك دكتور محمد. وأيضا كان معنا من عمان رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات دكتور أحمد سعيد نوفل، شكرا جميعا لكم ضيوفي الكرام. والشكر الأكبر يبقى لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. دمتم بأمان الله وحفظه.